أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على مالون. قل يا تصدون عن سبيل
من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون وما الله